عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف ألا وهي العلافة ديال الصغار. الكثير ديال المربون يعني إما محترفين إما مبتدئين كيعانيو من هذا المشكل أن بحال هاد النتوات هكا منين كنحطوا معاهم الصغار ديالهم كيمشيو العلافات ديالهم وكيبقاو ياكلوا من العلافات. سمو كيطرى ان هاد يعني الامهات كيضايقوا وكيبقاو يضربوا الصغار ديالهم. انايا النهار ان شاء الله نطرح عليكم واحد الفكره بسيطه اللي تقدروا تخدموها بوحدكم. انتما شوفوا هذا الشكل ديال هاد العلافه شحال مزيان. انتما ما فيش بزاف ديال ليبيسور. هنايا غير واحد تقريبا نقول واحد 5 سنتيمتر. يعني ان انا غنوريكم هذا هو كياكل منها. تمام غادي نفتح عليه. لاحظوا انه كياكل بواحد الطريقه شحال من واحد كيدير طاساس. يعني كيدير شي طاسه كبيره كيلاحظ انهم كيبقاو يوسخوا فوق من الطاسه. والاكل ديالهم الا كان موسخ بحال دابا هنايا في هذه الجهه كاينه واحد العلافه هي دوريجين ومع ذلك انهم كيوسخوا فيها وما كيبقاوش الماكله ديالهم ما كتبقاش تعجبهم. في حين ان هذه العلافه هانتوما بسيطه وسهله. هانتوما راني مفيكسيها في هذه الجهه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا مثل هذه العلافه باشياء بسيطه اللي عندكم في الدار ديالكم. هي اما طويله بهذا الشكل هانتوما هذه راه طويله بزاف على حساب هادو كاينين العدد اكثر. هانتوما لاحظوا انه كياكل منها بواحد الطريقه مزيانه. هانتوما ما كيطيح حتى حاجه وفي نفس الوقت قدرت هاد العلافه تعليوها بالدرجه اللي بغيتو. يعني فيها هاد الكروشيات هادو راني مخليهم. دابا نوريكم الطريقه كيفاش تعليوها بالدرجه اللي بغيتو. اليكم الطريقه ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا معايا هاد العلافه هي عباره عن زنكه عاديه غير السر ديالها هو الطي. يعني هاد الزنكه ماشي من لابد انكم غادي تشريوها او غادي يعني تلقاو واحد الصعوبات في الطي ديالها. غادي نوريكم بطريقه بسيطه كيفاش غادي تطويوها. هانتوما راها علافه مخيره. شو شحال فيها ديال بالنسبه للاسبوع ديالي. هانتوما شو شحال يعني وهاد العلافه تقدروا تعليوها في النيفو اللي بغيتو. يعني فيها هاد الكروشيات هادو من الجنب هنا. هانتوما هادو كتعلقوها بطريقه سهله غير كتجيو للكال كتحطوها هكا بواحد الطريقه وكتعلقوها. اذا الادوات اللي غادي نخدموها بسيطه. اي طاس بحال هذا الشكل هذا اما ديال القوطي ديال الحليب مثلا اللي الناس اللي كيستعملوا الحليب او هذا بحال دابا هذا ديال الفلومبو او الصباغه. اي طاس كان عندكم بحال الطريقه هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا غادي نحيدوه. وهاد الزنكه هذه هي هذه بهذه الطريقه. هذه كتولي طويله بحال هذا الشكل هذا. هانتوما على هذه راه الصباغه بلا ما نديروا الاشاره. هذه راه الصباغه ديال الاطلس. يعني صباغه عاديه راه كتكون بحال هكا. يعني انا حاولت انني نقطع هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا بلا ما كنتحصلوا على هذه الزنكه هذه بحال هكا. الادوات اللي غادي نخدموا اما يكون عندكم مقص بحال هذا ديال الاشجار ولا مقص عادي غير اللي انه يقطع هذه الزنكه بحال هكا. يقطعها غير يشرمها بواحد شويه لان هذه غتمشي تقريبا غير بالطي. او اللي ما عندوش بحال هذا المقص ممكن انه يخدم منشار يعني بحال هكا مثلا ويخدم منشار. ادوات غتخدموا مطرقه عاديه وبانس عادي كما كان عندكم بانس غادي وشي خشيبه بحال هذا الشكل هذا. هذا باش تخدموها العمليه ديال الطي. العمليه هي كالتالي. غادي تجيو هذه هي الزنكه اللي قلت لكم عليها. غادي تشدوا مثل هذا البانس او منشار وغادي تشوفوا القياس ديال هنا. غادي تقول مثلا هنا كاينه واحد نقولوا 10 سنتيم. غتحيدوا واحد 2 سنتيم من هنا و 2 سنتيم من هنا ولكن ماشي غتمشيو بها كامله. غادي غير تشرموها حد هنا. يعني وهذه الشرمه غادي تكون تقريبا فيها واحد نقولوا 2 سنتيم هكا صافي. هانتوما كما كتشوف الجهه الاخرى عاوتاني من الطرف الاخر 2 سنتيم هكا وتحلوها عاوتاني من الجانب الاخر. جانب اخر كتحلو عاوتاني 2 سنتيم وهنايا 2 سنتيم
نعم تخليو قد هنايا قد هنايا وماشي مشكل المقاييس ماشي مشكل كاينه واحد القضيه هنايا غادي تجيو لهاد الجانب هنايا وغادي تخليو واحد 2 ملم هكا وتقطعوا بهذه الطريقه وتقطعوا هاد الشويه هذا ها نتوما بحال هكا تحيدوا هاد المورسو هذا ها نتوما انا كتشوفوني كنشتغل بحرفيه هادشي يعني بحكم الخدمه ديالي ولكن نتوما تقدروا ديروا منشار او اي اداه ها نتوما او اشياء غير تحيد واحد جوج المليمترات وحذاري عندكم من الجروح انا راني بحكم الخدمه ديالي راني ميكانيسيان كنخدم هادشي يعني كيبان لي ساهل ولكن نتوما حاولوا انكم تخدموا بحذر هانتوما ما تحيدوا واحد المورسو صغير هنايا يعني هنا سمو درنا انا باش منين غادي تجيو العمليه ديال الطي غادي تجيكم قضيه سهله هانتوما كتحصلوا على بحال هاد الاجزاء هكا سمو غادي ديروا غادي تجيبوا الخشبه اللي قلت لكم غادي تخدموها خشبه عاديه او اي حاجه غادي تخدموها وماشي مطرقه بحال هذه باش تجيكم القضيه سهله اسمو غادي ديروا غتحطوها بحال هكا 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 اولا غادي تعوجوا واحد شويه بعدا هكا هكا يعني بحال اللي غادي تجي شويه دائريه هكا لاحظوا ان اسمو القينا هذا الشكل هذا هانتوما هذه راه كتكون واخا كتعوج غير باليد يعني تقدر تخدموا بها بواحد سلاسه ماشي تصعبوها دابا هنايا هاد الطي هذا سمو غادي يوقع ان هاد الطرف هاد الدخلاني هو اللي غتعوجوه الاول وغتسدوا عليه هاد الجوانب هكا انتم لاحظوا ان الشكل بدا كيتضح لكم وهاد المرصويات هادو تنيهم هكا وهكا هكا بهذه الطريقه هنايا بالمطرقه حاولوا انكم غير شويه هذا الشيء الضغط هكا داك الشيء بسيط ماشي شي حاجه صعيبه وهذا الطرف هذا هو اللي غادي تنيوه بهذه الطريقه وعلاش غادي تنيوه لانه هو باش غادي تسدوا به هاد الطريقه هكا هانتوما كدير هكا علاش غادي تولي تسدوا به باش ما يتحلش ان بحال اللي راكم الشكل ديال الريفي انكم ريفيتو شوفوا الطريقه كيفاش دايره انتما كيولي كانه مجر او مجور ديال الحيوانات انتما كذلك في الطريق في الجهه الاخرى ديما الوسط هو الاول هكا من بعد تسدوا عليه بواحد الطريقه هكا تسدوا منا ومنا انتما شفتوا كيفاش دايره و غادي تنيو هكا بهذه الطريقه هكا وغادي تنيو هاد الشكل طريقة سهلة وبسيطة بسيطة بزاف دابا حصلنا على هاد الشكل بحال هكا هانتوما كيبان لكم تقريبا مكتمل راه الشكل بسيط 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 للغاية هانتوما ولكن كاينة واحد القضية هاد الشكل اللي درناه هنايا شوفوا هنايا هاد العلاقات اللي غادي نعلقوا بهم كيفاش غادي نخدموا هنا غادي تجيو لهنا بهاد الطريقة نحيد هاد الخشبة هانتوما غادي تجيو مثلا هنا وتجيو هنا وغادي ديروا واحد شويه ديال هانتوما بهذه الطريقه هكا تقريبا نقولوا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص ولا اللي بغيتو هذه غير علاقه ماشي شي حاجه دابا الشكل راه مكتمل وهنا فين ما درتوها يعني درتوها في الوسط ولا في الجنب ولا فين ما درتوها هانتوما شوفوا لاحظوا معايا ان سمو درنا هنا هانتوما الجانب الاخر عاود هكا صافي يعني كتجي العلافه هي هذه انا نمثلها لكم هكا مثلا هذا هو السلك حنا السلك ديال الكاجو هذا كتجي كتحط بهذه الطريقه يعني شوفوا كيفاش كدير كتجي وكتعلقوها بهذه الطريقه هكا صافي كتبقى معلقه وهنايا تقدر تعمروها باش يعني بالخبز ولا بالسيكاليم ولا اللي كان هانتوما وهنايا هنايا هذه من الاحسن ما تجيش هكا يعني باش يبقاو يطيحوا لهذا الشيء هنايا طنيوها لواحد شويه لهكا هكا بحال هكا
صافي وكتجي علافه كيجي الارنب هو هذا مثلا كيجي الارنب وكيحط الارجل ديالو هكا كياكل منها وفي نفس الوقت هي ما غاديش تطيح انها هكا راها معلقه وهنايا من الاحسن هاد 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 التنيات هادو منين تكملوا تكيو عليهم بحال هكا باش تفيكسا اكثر هانتوما الطريقه سهله هانتوما ها هي علافه اخرى والاطوال على حسب على حسب الزنكه هاد 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 القطيات بحال هاد الشكل هذا على حسب يعني الطول ديالو مثلا هذا راه قد هذه هذه راه كافيه انه ياكلوا فيها نقول واحد 6 الارانب مزيان ولا درتو جوج منهم ودرتو وحده في هذا لان كيكون السلك طويل ديروا وحده هنا وحده هنا صافي راه هذه هاد الجوج راهم كافيين حتى 12 ارنب يعني راهم خدامين 100% اذا هذه هي الحلقه ديالنا النهار كنظن ان الحلقه راه حصريه ان شاء الله لانني خلطت ما بين الحرفه ديالي وتربيه الارانب هذه يعني فكره انا بغيت نبينها لكم انتم من قوطي بحال هذا انتم ممكن انكم تصوبوا علافه بهذه الطريقه جميله انتم العلاقات ديالها هما هما كما كتشوفوا كتجي غير السلك وتعلق هكا كيجي الارنب ياكل منها انتم طريقه بسيطه وراها بصفر درهم يعني خصكم غير الادوات اللي غادي تخدموا بهم ولكن الزنكه ممكن انكم تجيبوها من من من, من القطيات ديال القطي ديال الحليب ولا ديال الصباغه ولا اي قطي اذا العلافه ديالنا هي واجده العلافه جات جميله بواحد المنظر انيق انتم كما كتشوفوا غير بقطي ديال الصباغه هذا راه غير ديال الصباغه طيها انتم كما كتشوفوا راه معمرو ما غادي يتحل معمرو ما يتحل لانها انتم واخا دير اللي درت ما غاديش دير ما غاديش يتحل انا غادي نعلقها لهم وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش كياكلوا منها انتم هنايا هذا السلك هذا راه تقدر تحطوها في النيفو اللي بغيتوا يعني اما هنا اما هنا اما هنا على حسب الطول ديال 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 الارانب حنا انا اختاريت هذا النيفو هذا كيف شوفوا الطريقه باش غادي نعلقها طريقه بسيطه للغايه هانتوما كتكيو على هنايا وتكيو على هنايا ها هما هانتوما ثم غادي ندير غادي نعمرها لهم بالسيكالين نزيد هنا من جهه اخرى هانتوما ها اسمحوا لي انا غادي نعمرها لهم بالسيكالين هانتوما هانتوما هما غادي يشوفوها هانتوما شوفوا تبارك الله ها هو جا كيشمشم فيها وهو كياكل منها هانتوما ما تبارك الله يعني علافه هذه اول مره راه حصريه على الحلقه ديالي راني فرحان بزاف باش نوريها لكم لان في الحقيقه كنت كنلقى صعوبات ومشاكل باش على حسب باش هانتوما كياكل منها تبارك الله جايه قدو ما غادي يوسخ فيها ما والو الحمد لله هذه الطريقه هذه راني فرحان بزاف لانني وريتها لكم هذا النهار لان كنت عندي صعوبات كنت كنحطهم مع الام ديالهم كانوا كيمشيو كيبقاو ياكلوا معاها في العلافه ديالها وكيديرونجيوها وما كيبقاوش ياكلوا مزيان ولا مشيت درت لهم غير طاسه بحال هكا وعمرتها لهم بالسيكالين كيبقاو يطلعوا فوق منها وكيبقاو يزبلوا حشاكم وكيبقاو يضيعوا السيكالين اما بهذه الطريقه هذه انتم الطريقه اللي بغيتوا يعني انا راني فرحان بزاف الحمد لله لان وصلت لكم هذه الفكره هذه انتم شوفوا من الجهه اخرى انتم علافه بسيطه وفعاله للغايه هو كياكل منها الخبز جايه قد الفم ديالو تقدر تعليوها تقدر تنزلوها على حسب العمر ديالهم انتم علافه بسيطه من بصفر درهم صفر درهم انتم تبارك الله هاد الطعام كياكلوا منها بكل سهوله ما يوسخوها ما والو ونقيوها واحد شويه غسلوها واحد شويه على حسب الصباغه اللي فيها ولا هذه واي زنكه عندكم راها خدامه ماشي بالضروري ان يكون شي زنكه جديده ولا نقيه لا غير زنكه نوريتكم الطريقه ديال الطي سهله توجدوها في 5 دقائق اذا الحلقه ديالنا هي هذه ساندونا قناه جميله انا فرحان لانني كنوصلكم مثل هذه المعلومات قناة جميلة وغادية إن شاء الله بالدعم ديالكم الناس اللي بغاو نهضر باللغة العربية أنا كنظن أن هذا الفيديو هذا أو خاي يشوفوا غير يعني بالحركات أنه غادي يفهموا الميساج اللي قلت لهم كيفاش داير ساندونا تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد وساندونا بزر جيم
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.